السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلاقات السامة، العلاقات السامة أحجية معقدة تتداخل فيها الحقيقة بالوهم والسعادة بالألم. تكمن خطورة هذه العلاقات في قدرتها على زعزعة الثقة والاستقرار النفسي والرغبة في العطاء بل وفي الحياة، حين تتغذى ببطء شديد على روح الشريك فيرديه تعيسا، وقد يتفشى ليسيطر على كل من الطرفين في العلاقة. ولكن هل لهذا السم ترياق أم أن الانسحاب هو الملاذ الوحيد؟ نناقش في حلقة اليوم مفهوم العلاقة السامة وسبل الإصلاح وكيفية التعافي من أثارها، رفقة ضيفة البرنامج الدائمة الدكتورة هالة سمير، تنضم إلينا من استوديو اسطنبول. مرحبا بك دكتورة. يا اهلا وسهلا استاذه منى، وحشتينا، وكل حلقه هنفضل ندعي لك ونقول لك وحشتينا. ونحن اكثر دكتوره، الله جمعنا ان شاء الله ونحن في احسن حال يا رب. دكتوره، اليوم نحن نتكلم عن موضوع مهم وهو يعني يكاد يتجدر في كل البيوت ان لم نكن في كل العلاقات، وهو موضوع العلاقات السامه. بدايه نريد ان نفهم، هل هذا المصطلح الذي انتشر ونسمعه كثيرا في الريلات وفي مشاهير السوشيال ميديا والذي يعزز الفردانية، ما هو المراد العلمي له أو ما هو تعريفه؟ والذي يعزز الفردانية، ما هو المراد العلمي له أو ما هو تعريفه؟ طيب خلينا في البداية بس أنبه إن الإربيز مطلع عندي صوتين، فخلوا صوت واحد بس عشان أعرف أتابع منى. نعم. بالنسبة للموضوع بتاع النهاردة أستاذة منى، موضوع مهم جدا وكاد يكون من أهم الحلقات، وأنا بنبسط جدا من اختياركم لمواضيع الحلقات. ليه؟ لأن العصر اللي احنا فيه عصر العلاقات السامة، العصر اللي احنا فيه انتشرت فيه أكاذيب كتيرة جدا. من ضمن الأكاذيب سواء في العلاقة ما بين الرجل وزوجته، سواء في العلاقة ما بين الأم وأولادها، أو ما بين الأخ وأخته، يعني علاقات قريبة جدا. نعم. وانتشر فيها السمية والعلاقات الخطرة والأذى بسبب الميديا وبسبب حاجات كتيرة، منها الميديا طبعا. لكن خليني أركز، لو في علاقة سامة، هو أصلا يعني إيه علاقة سامة؟ يعني إحساس بالتهديد، يعني إحساس بعدم أمان، وإيه؟ والشرط، أنا بقول له هو في أول الحلقة، الشرط إنه يكون مستمر، متكرر ومستمر، انتقاد مستمر، تجاهل مستمر، ابتزاز عاطفي. علاقة سامة يعني فيها عنف جسدي، علاقة سامة يعني فيها عنف نفسي وضغط على الآخر لدرجة توصله أصل للإرهاق والتعب والإرهاق النفسي، تثبيط هبمة كمان. عندك كمان أعراض جسدية بتيجي من ضمن الكلام ده، من ضمن العلاقات السامة، يتعب، يجي أذى، مثلا ضيق في التنفس، سرعة دقات القلب، بانيك أتاك، حاجة بتقلم جسمي كله، وجع، يقول لك مش قادر، أنا جسمي كله وجعان، كسل، عدم إنجاز. الحرفة الخطير كمان الثقة المهزوزة بنفسه، كم الكلمات السلبية اللي بيسمعها من الشخص اللي بيأذيه ده بيثبط، خليه مهزوز، هو أنا كده فعلا؟ شوفوا يا جماعة، العلاقات الصحيحة علاقة مستقرة، كل طرف فيها بيسعى لسعادة الطرف الآخر. عشان أطور العلاقة المستقرة دي وبشكل مستمر أصلا بيبقى الطرفين فاهمين، لكن علاقة فيها، اسمعوا معايا عشان دي السبل، الصور بتاعت التحكم، السيطرة، نقد الآخر بصفة مستمرة ومتكررة، ده الشرط، علاقة مريضة وممرضة. كان في الإصرار من أحد الطرفين مثلا أنه يسيطر أو أنه يتحكم بشكل مباشر وغير مباشر، ما يمكن، بيبقى جايبها ساعات بمعسول الكلام، ويكون في طياته أذى حقيقي، بنسميها بالمصري كده إيه، ينقرص فيه، يعني يقعد يفتفت فيه كده، ساعتها نعرف إن فعلا في نقص خطر للعلاقة دي. صور لسيطرة الأفراد أو سيطرة الأفكار في العلاقة السامة دي لها ثلاث صور، ركزوا معايا وخلوا بالكم لأن دي حلقة مهمة ومش عايز أسيب لكم أي حاجة. أول صورة تبص تلاقيه منفعل، انفعال ملوش أي 30 لازمة، انفعال زايد جدا، عصبية شديدة جدا، حزن شديد، يا بقى لو في نقاش بقى، ولا الانتقاد، ولا النقاش اللي في المواضيع ذات نفسها مؤلمة بسبب النقد المستمر.
الشرط شكل متكرر يخلي الطرف الاخر مش قادر اتكلم. انتوا شايفين المنظر عامل ازاي؟ يعني شايفين الناس اللي انا بواجهها في العلاقه السام ولا يقول حتى وجهه نظره اللي بيخص العلاقه دي؟ ليه؟ عايز يتجنب رده الفعل القاسيه من الطرف الاخر، ودي تعتبر من اشكال العلاقه السامه في التعامل. تاني صوره شعور بالذنب، اللي بيعمل علاقته سامه دي وبيذي الاخر يخليك انت شعور بالذنب، وانا عملت فيه وسويت فيه. ابتزاز عاطفي اللي اتكلمنا عليه قبل كده شائع جدا، وخصوصا بين الاهل والابناء، ويا ريت الحلقه تكفي ونتكلم عن الجزئيه دي تحديدا. نعم. الاهل يستغلوا الامر ده وشعور بقى بالذنب الاباء، وانتوا داخلين وانتوا مفرطين في حقنا وانتوا عاقين وانتوا داخلين نار او تقصير. ليه؟ عشان يحقق الاوامر بتاعته بس باسلوب خطا. انت ممكن تخليه يسمع الكلام بس مش بالاسلوب ده، او انك تاخد براي الاب او الام او الجد او العم او الشخص المسيطر في العيله باسلوب خاطئ. ثالث صورة انك تتخلى تماما عن المسؤولية. الشخص المؤذي ده صاحب العلاقة السامة ده ما عندوش مسؤولية، ما عندوش حتى اتخاذ قرار او انه يشارك، لا لا اتكال. وده يحمل مسؤولية ايه؟ بشكل كامل، يقول لك انت مش انت اللي عليك، وما يحصل خطأ او قرار يفضل يلوم فيه، او يخلي التاني عنده قلق او شعور مستمر بالقلق واعمل ايه وكذا، وان انا اصلا طب انا اتخلى عن المسؤوليه دي لانها عبء عليه، مش بعملها بحب لان انا بشارك في علاقه مشتركه. لا، العلاقات ساعات بتتضمن زي ما قلت لكم عنف جسدي واذى جسدي ولفظي، ودي علاقات سامه. الناس لما باجي نحكي الكلام ده في اي محاضره ولا في اي محفل تقول لك طب انا اعرف ازاي ان انا في علاقه سامه؟ 9 علامات. معلش يا استاذه منى استحمليني بس هخلص لك الجزئيه دي وبعد كده هسيبك تسالين، بس هو 9 علامات من خلالها اعرف ازاي ان انا في علاقه سامه. رقم 1، لو الواحد بيقدم اكتر مما ياخد. لا طب ما ده حلو، يعني المعنى المجرد حلو، العطاء شيء جيد وشيء جميل جدا، لو له نوايا ده شيء جيد، لكن ايه؟ بصوا الشعره الاستغلال، لا، كأن الفضل اللي انت بتعمله فضلا وحبا ورقيا واخلاقك بتسمح بكده بيجعلوه فرض عليك. كمان بتتحاسب وتتعاتب ويأنبوا لك ضميرك ويتم نقد عليك لو ما عملتش الامر اصلا، اللي هو اصلا مش فرض عليك، انت عامله كده من باب الذوق او من باب الفضل او علشان انت شخص محترم. لا، انت مش بتحب مثلا تجرح اللي قدامك او تحرجه فتبادر بفعل معين. بعد فترة الشخص السام يقول لك ده هو ده، انت مش انا في حياتك، انا هوريك ده من حقه، واللي انا بعمله ده من حقي ومن مستحقاتي، ويطالبك بيه بل يعاقبك والله ويأذيك لو انت ما فعلتش الامر ده. تشعر وقتها انك ساعتها مستغل. دي تاني. تالت حاجة بتشعر ان انت باستمرار، زي انا قلت ده المعيار، باستمرار وتكرار انت مش محترم، محدش بيحترمك من الطرف الاخر، عدم الاحترام من الطرف الاخر، عدم الاستجابه لمطالبك مع انك انت بتستنى الهفوه بس كده من غير ما يطلبها انت بتعملها. كمان من ضمن العلامات، العلامه ده انك تشعر بتدني الثقه في النفس. ليه؟ لان هو دايما اذيك وناقد فيك. رابع علامه انك اصلا بتبقى حاسس انك انا هو انا ليه بحتاج كل كلمه اقولها ابررها؟ هو انا ليه الاخر مش فاهمني؟ هو انا ليه دايما حاسس بالتهديد ومحتاجه ابرر كل كلمه وكل موقف؟ وده حاجه متعبه جدا جدا في العلاقات، خصوصا لو علاقات قرابه. خامس حاجه انعدام، عارف الطاقه، ما عنديش طاقه، بقول لك والله مش قادره ارد، والله ولا قادره ولا عايزه اتكلم ولا ناقش ولا جادل خلاص، او غضبان غضب شديد، وده بيحصل بشكل متكرر لان ده الشرط. لما تيجي تتكلم مع طرف مش عايز، مش عايز اسمع صوته، اصلا مش عايز اشوفه ولا اسمع صوته، وبنسمع الكلام ده كتير. ثالث حاجه اصلا انك مش واخد حريتك ولا راحتك، حاسس دايما بالتكلف في وجود الطرف الاخر، دايما شايل هم وجوده، مش عايز تبعد، مش عايز مشاكل، مش عايز غم، لا 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 دي مش حياه. سابع حاجه انك اصلا عمال تبذل وقت وجهد وقت وجهد وقت وجهد عشان تسعد الطرف الاخر، والطرف الاخر سايب المجدف اصلا، مركب غرقانه ومكسوره من عنده اصلا، ده مش صح. من ضمن الحاجات العلامات اللي دي علاقه سامه انك دايما يا حساك انت غلطان، انت ملام، انت اصلا وبدون سبب، هو انت وجودك في الحياه غلط اصلا، حتى لو كان الخطا من الطرف الاخر وشيء عايز تنهي الكلام والحوار بسرعه. ليه؟ اصل لوم جاي، لوم بطريقه لاذعه جدا تاذيك، بقول لك بتوقع الناس في مرض نفسي. كان في دراسه بتقول ان المتسببين في العلاقات السامه دولت عندهم امراض نفسيه،
وشخصوا بعض الامراض، مش كلهم طبعا، في بعض منهم ثنائي القطب، اكتئاب شديد جدا، نرجسيه. ويكون الاشخاص المعرضين للعلاقات السامه دي ناس طيبين، حبوبين، حساسين جدا جدا، ويجي اي مشاعر سلبيه وحاجه تلوث لهم، مش قادرين يتاقلموا. نعم دكتوره، لكن في العلاقات السلوك للشخص عموما ده او يعني احيانا يعني يكون احد الطرفين يطلب حقه او يطلب ما فوق حقه وليس ما هو فقط مقتصر على الحقوق، ثم اذا لم تلبى الرغبات يمثل دور الضحية. ويعني نريد ان نبين بالذات في العلاقة الزوجية وفي علاقة الأبوة والأمومة ما هي مسألة الاهتمام والإهمال، وما الفيصل في تضييع الحقوق في هذا الأمر. طيب ممتاز جدا جدا، انت وصفتي دلوقتي نمط من انماط السلوك السام، بل نمطين كمان، موضوع الضحيه وموضوع ان انا العلاقه ما بين الاب والام او الاب والام والاولاد. قبل ما اجاوبك لازم نتعرف مع بعض، وانا دايما بحب وحتى في برنامج في رحابها بالذات ان انا بحب الناس تبقى واخده كم المعلومات، لان انتوا ناس راقيه وطبيعه الاسئله اللي بتجينا منكم بتدل على ان انتوا ناس مفكره. تعالوا نتعرف على انماط السلوك اللي منها السلوك اللي سالت عليه الاستاذه منى. طبعا دي مش كلها، احنا عندنا 150 نمط من انماط السلوك، احنا هناخد بتاع حوالي يعني 6 انواع مثلا من انواع الشخصيات السامه، وزودت انا عليهم 3 ممكن يبقوا 9 في الاخر. النوع الاول الشخص اللي ايه؟ ساخر. كل واحد يسمعني ويشوف مين الشخص ده في حياته عشان هنقول تتصرف معاه ازاي. عارف الشخص ده بيعمل ايه؟ يقلل منك ومن شأنك باستمرار، يسخر منك ضمنيا كده، يقول اي شيء انت تقوله او اي شيء انت تعبر فيه عن فكرك او معتقداتك او رغباتك. ايه السخافه اللي انت بتقولها دي؟ ايه الغباء اللي انت بتقوله؟ ده رقم نوع، اول نوع. النوع الثاني نوع المزاجي المتقلب الهوائي. دولت الافراد دولت دايما مزاجهم غير، مره فرحانين ومره زعلانين ومره ما تعرفش تصين في شجره وما انتش عارف تتعامل، بيلوموك في كل الاحوال دي، اللوم دايما ودايما ساخط عليهم. اصلا النوع دوت من لو كان شريك بيؤذي عاطفيا. ليه؟ متقلب، ما انتش عارف، مش عارف تمسك، عارفين زي الزئبق ما انتش عارف تمسكه. مره يظهر الجانب الكويس ومره لا. طب الجانب الوحش بيظهره للعالم الخارجي؟ لا لا، وعمر الجانب ده ما حد يعرفه فقط. ده بره يا اختي ده طيب وحنون، يا بختك بفلان ويا بختك ببنتك ويا بختك بابنك وكذا، ده ضمك، ده ابوك، ده زوجك، لطيف، شخص مريح الجميع بيحبه، لكن جوه البيت عكس كده تمام. كمان في نوع من الانواع وده النوع الثالث المحرض على الشعور بالذنب، ده اللي قالته الاستاذه منى. دايما انت عرضك كانك انت عامل ذنب اصلا، انت اصلا مقصر في حقه، انت اصلا مش عارف ايه، اي وقت انت تعمل فيه اي حاجه هو ما بيحبهاش يلوم عليك بشكل مستمر، وانت بقى يلومك شوف انت عملت فيا ايه، ويقع دور الضحيه. رابع نوع الاعتمادي، دي مصيبه مصيبه ان شاء الله. احنا ناخد الشخصيه الاعتماديه دي في يوم احنا خدناه قبل كده، بس في ضفت عليه حاجتين ثلاثه وبنقولهم ان شاء الله في حلقه بعد كده. الشخص الاعتمادي ده الاتكال على الاخر ده مصيبه لوحده، والعلاقه اللي فيها شخص اعتمادي وخصوصا لو كان الزوج كارثه، الحياه بايظه، الانثى بتفقد انوثتها، المراه خلاص مش زوجه، خلاص هي شايله للزوج، اي قرار خطا انت خدته، وهو اصلا الشخص السام ده الاعتمادي اللي بيرفض اتخاذ قرار، واي حاجه خاصه بالعلاقه بيرفض، بيعتمد على الشريك في كل الامور كبيره وصغيره، تحمل مسؤوليه، تحمل قرار، اصلا هو مش عايز يشوف اي حد يحمله اي مسؤوليه. ردات الفعل بقى بتاعته عدوانيه جدا، عنيفه جدا، صراخ صراخ، بنسمع صويت صويت، يعني حضرت مره جلسه كان الراجل بيصوت بيصوت بصوت عالي جدا. ليه؟ اصل انت زوجته خدت قرار هو ما عجبوش. طب وانت ما خدتش القرار ليه يا عم الحاج؟ طب انت ما خدتش دورك ليه يا ابني؟ يا ابني خلينا دافع عنك مره واستلم دورك. ده نوع. خامس نوع الشخص الغير جاد، ده يقول لك انا ايه، انا يعني هوائي مع نفسه. ده اصلا ما بيحسسكش بالامان، انت اصلا غير موجود في حياته، السلوك اصلا بتاعه لا يمكن التنبؤ بيه ابدا، دايما بيلازمك انت كشعور هم مش ملتزمين ناحينا باي حاجه عاطفيا ولا كذا، وانا مش حد ما بيحبنيش.
ويجي تكلمه او تلزمه يقول لك لا، يعني انا ما انت بتحكم حريتي ليه؟ غير جد في العلاقه، ده بيبان في الخطوبه وبتاع، ما ننصحش بيه. سادس نوع الاستغلالي، ودي كارثه، اللي بيستنزف طاقتك بشكل كبير، المستغل لكل نفده في العلاقه، كل تكايه قد كده في العلاقه، اول ما يحصل اي حاجه بيتركوك، أو ولو لقوا واحد تاني ولا شخص تاني هيقدم لهم المزيد يسيبوك عشان خلاص مستغل بس لمصلحته. سابع نوع المتملك، المتملك والمتخوف، بيبقى مرتاب كده شويه، بيبقى ايه؟ عارف انت محاوطك بكل حاجه، شعور غيره، ماشي الغيره حلوه وكل حاجه ونساء كده، ولكن يعني فوق الوصف، الغيره غير طبيعيه، مش منطقيه ولا وسطيه، مش هيخليك اصلا تستمتع بحد، ده بيسمم حياتك اصلا. الشخص ده اللي بيسمم حياتك شخص بيبقى متملك او ايه؟ او مرتاب. ده النوع رقم كام؟ النوع رقم 7، وده شخص بيسمم حياتك ليه؟ لانه شخص متملك ومرتاب. الشخص ده بيمنح نفسه الحق انه يحصرك. بيفتش في حاجتك، في اشيائك، في حساباتك، في الفيس، في الميديا، في كل شكوك واسئله، عايز يعزلك عن كل الناس، عن صحابك، عن افراد العيله. بيملى عليك اللي بتفعله وما لا تفعله، اعمل كده وما تعملش كده. مفيش توازن في العلاقه، خد ودي، لا، بيحرمك اصلا حتى من الاحترام المتبادل اللي ما بينكم. تامن نوع، النوع اللي قلنا بيستغل، بس ايه بقى؟ بيبقى لطيف شويه، ياخد منك اللي عايزه، والعلاقة معاه في اتجاه واحد بس، يبذل فيها طرف واحد بس، الوقت والجهد والمال، ويشعرك انت غير كافي، كل اللي انت بتعمله ده مش مكفيني وفي اكتر، انت بتعملي ايه يعني؟ ما كل الناس كده، وانت بتعمل ايه يعني؟ ما كل الرجالة بتعمل، لا، بيقلل من دور الاخر. غالبا هيستخدم الحاجات دي ضدك، ولو رفضت انك تعمل له حاجة وطلبها او طلب منك شيء يشعرك بالذنب، تبقى واقع كأنه هو الضحية وانت المذنب. تاسع نوع صاحب المبالغه في ردود الافعال، كارثه النوع دوت، او اللوم المعاكس، احنا بنقول عليه في علاقاتنا قلب الترابيزه. النمطين دول، النمط الاول بيبقى الرد فعله عنيف جدا ولوم شديد جدا، ويغرق في غضب شديد او حزن شديد او احباط شديد وبكاء شديد، شفنا النوعيات دي كتير، مفيش مناقشه اصلا. النمط التاني اللي هو بيقلب عليك الترابيزه ده وبيقلب عليك الوضع، لو واجهته بمشكله او كده يغضب وقلب عليك اليوم انت اللي غلطان، ويطلع وانت تصدق نفسك، على فكره عندهم قدره للاقناع غير رهيب، تحاول اصلا ان هو لمصلحه، بل انت بيبقى جواك انا هعتذر له ازاي. النمطين دول ما بيسمحولكش انك تعبر عن نفسك، وبتبقى دايما متوتر ودايما في حاله تاهب وحاله تبرير، وتشعر انك مخطئ، وتشعر ده هو ضحيه وانا لازم اعتذر له، وتوه. هي المشكله فين دكتوره؟ المشكله هي احنا سيبناه ورحنا فين؟ العلاقه السميه تبادليه بين الطرفين، رحنا للطرف الاخر علشان نعتذر له. نعم. طيب ده سؤال جميل، ده سؤال جميل، ما بين الطرفين ممكن يكون طرف كده، ايه اللي يحكم الامر ده؟ العقل والمنطق. لكن للاسف صاحب المؤذي في العلاقات السميه بيسحبك لحفره رهيبه اسمها حفرة التصور الخاطئ بتاعه. بص يا أستاذة منى، أي تحسين علاقة السامة دي عايز وعي من الطرفين الاتنين، كل واحد طرف رافض أصلا يتعاون، باظت الدنيا. يبقى لو أنا واحد أستعين نسمع الحلقات بتاعتنا، نحط حدود واضحة، وهنقول العلاجات دلوقتي، نعم، التخفيف من سيطرة التاني، بأن أنا يبقى في حوار، الوصول لحل وسط حتى ما بين الطرفين. نعم. العلامات اللي بتظهر في العلاقات السامة دي طبعا مش مستمر، يعني بس عشان بس نقول ايه، لا ده بيحصل منهم كده، لا، لكن عشان اقول ان دي علاقة سامة، بصي لازم يكون في تكرار، ثبات، ضرر كبير جدا واقع، لان مش كل الناس هيقول لك اه دي علاقة سامة، لا، تكرار، ضرر واقع عليك، علاقة غير صحية اصلا جهد وانت عمال تبذل فيها، مفيش انضباط، النية ذات نفسها والرغبة مش موجودة تجاه من الطرف ده أو من الطرف ده. العلاقة دي ممكن تكون اتصلحت مرة، لو اتصلحت مرة يبقى ينفع تتصلح تاني، ودي البشرة. نعم. النهاردة، نعم دكتورة، سننتقل إلى الحلول بإذن الله، خمس خطوات، لكن نريد أن ندخل اتصالات. نعم. لأن جاءتنا اتصالات، و
ناخذ ان شاء الله اتصالين دكتوره ونرجع باذن الله لذكر نعم. الشق الثاني اللي هو كيف نصلح والاصلاح المطلوب تمام. ان شاء الله. معنا بدايه ام محمد بن مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي ام محمد. ممكن اكلم الدكتوره؟ نعم تسمعك الدكتوره تفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. انا سمعاكي اتفضلي. دكتور انا كان من دعوايا يقف 10 الاواخر ان انا اوصل لحضرتك واكلمك. انا بقالي سنين عايزه اوصل لحضرتك. نعم تفضلي بالسؤال اذا او بالاستشاره. انا يا دكتور انا لسه ملتزمه قريب ويعني من قبل رمضان كده بشهر تمام كنت كويسه جدا في رمضان. اول ما رمضان خلص حاسة للعبادة بقيت تقيلة وأنا مش عايزة ده. غيرت طريقة لبسي وغيرت حاجات كتير قوي بس حاسة إن أنا في جبل على صدري. بقعد أعيط وأنا بصلي بس تعبانة وباجي أما أجي أصلي بحس إن أنا بقوم بالعافية وأنا مش عايزة ده ومش عارفة أعمل إيه. تجيبك الدكتورة إن شاء الله يا أم محمد. شكرا لاتصالك. معنا أمة الله من مصر. السلام عليكم أمة الله. أمة الله هل تسمعنا؟ نعم تفضلي أمة الله. سمحت كنت عايزة أكلم الدكتورة. نعم تسمعك الدكتورة. أنا كنت بس عايزة الدكتورة تناقش حتة إن مثلا هو التفضيل ما بين الأبناء وكده يعني إن الوالدين بيفضلوا ما بين الأبناء. نعم واضح. يعني مثلا أنا نشأت في أسرة الحمد لله أسرة مدنية الحمد لله يعني ولكن انا اصغر اخواتي وانا البنت الوحيده. نعم تمام. ف يعني انا بسبب التفضيل ما بين الابناء عندي مثلا يعني لو اخ من اخواتي يعني مسافر برا خارج يعني خارج مصر. نعم. ويعني هو انا ما بيكلمناش الا قليل جدا يعني. نعم. يعني ده كله بسبب مثلا ممكن مكانة معينة مثلا كان الوالد عايز نكون فيها ومفيش الا واحد مننا بس هو اللي كان هو اللي وصلها والباقي ما عرفش يوصل. نعم فهكذا يعني. نعم ان شاء الله. وانا برضو بس انا موجودة معهم في البيت ما فهمش. فانا عايزة بس الدكتورة تناقش الموضوع ده ويعني مثلا انا واقع مثلا في المشكله ديت يعني انا عايزه حل مثلا ازاي اتعامل مع حاجه زي كده التقليل من شاني مثلا في البيت ما الحمد لله يعني. نعم واضح سؤالك امة الله باذن الله تجيبك الدكتوره. شكرا لاتصالك. ناخذ ايضا ضحى من سوريا. السلام عليكم يا ضحى. السلام عليكم. مرحبا يا ضحى صديقه البرنامج كيف الحال؟ اهلين فيك. اهلين فيك يا سمونا كيفك شو اخبارك؟ طمنين عنك وكيفك دكتوره هلا؟ اشتقنا لك كثير دكتوره. الحمد لله. والله يا ضحى لسه شايفه التصوير يعني الاخير بقى وعامله شغل انت على على الميديا. اي والله يا دكتوره والله عم صور فوتوغراف شافت عيني. عين الله يستر لنا. امين. هلا انا تفضلي. نعم تفضلي بسؤالك. ايه هلا انا عندي سؤال لانه شو سبب الضيق اللي بيجي بالايام الفطيني مثلا برمضان انه هيك الشيطان دائما بنقي العشر الاواخر مثلا كمان العشر الاواخر تبع العيد الكبير وقفت نعم. عرفه كمان بهالايام انه الضيق يعني مثلا ومشكلته انه هو من سبب الحيض مثلا كمان الحيض احيانا بسبب حزن. نعم. فبيجوا بنات مثلا بيقولوا انه بيجي يوم وقفه عرفه وما بنعرف ندعي الله بشيء يعني بنعجز احيانا عن دعاء من سبب مثلا الحزن. نعم. او من سبب الاكتئاب اللي بيجي من سبب الحيض او هالامور هاي هيك ايه فانه يعني بدنا انه الدكتوره هيك تنصحنا انه شو لازم ندعي طبعا. كيف لازم بعد الشيطان كيف لازم بعد الشيطان من هالامور وهيك يعني. نعم واضح. واماني سؤال. واماني كمان وتدعي لنا كثير كثير الدكتوره ما تنسانا من صالح الدعاء انا والبنات كثير كلهم بسلموا عليا كمان. نعم تمام ان شاء الله يا ضحى. شكرا لك تدعو عليك الدكتوره ان شاء الله. دكتوره دعينا نرجع للموضوع قبل ان نجيب اسئله الاخوات.
الآن دكتورة حسب ما أصلتي للموضوع مثلا صنفت هذه العلاقة أنها علاقة سامة، متى نتخذ قرار الإصلاح ومتى نتخذ قرار الانسحاب باعتبار أن الآن الانسحاب أسهل شيء؟ ولكن دعينا نتكلم بداية عن الإصلاح، متى نتخذ هذا القرار وكيف نسير فيه ومتى نلجأ للانسحاب؟ هنا في البداية أنا مش عايزة إن الناس تردد جمل وشعارات إلا ما تبقى فاهمة صح إن ده فعلا علاقة سامة. عشان كده احنا أصلنا العلامات صور أطر العلاقة أنواع الناس السامة اللي بتعاملوا معاه والشرط فيها نعمل إيه من الحلول. وخلوا بالكم كده ينفع في حل اتاكدنا ان في تكرار وفي اذى وفي وفي ومستمر النمط من الانماط اللي قلنا عليها ايوه. طب نعمل ايه خطوات الحل؟ هنقولها نفعت اهلا وسهلا. طيب ما جابتش حلها يبقى زي ما استاذه منى يا رب يبقى وقت ونقول الجزئيه بتاعت انسحب. خمس خطوات للتعامل الصحيح مع الاشخاص السامه في حياتك. اولا لازم انت تصدق ولازم تصدقي وتفتكر دايما كده في دماغ انت مش غلطان. واياك وجلد الذات، جلد الذات في العبادات وبتاع عشان تطلع وتزود، لكن في حد بيأذيك كلام سلبي نقد مستمر ليك ومش حقيقه والافعالك الاشخاص السامه دي اصلا بتهتم ايه؟ دايما المعامله بتاعتها غير عادله. دايما بتسيء معاملتها وعدم اهتمام حتى باحتياجات الاخر. الامر ده بيخلي الشخص المتهم اللي هو بقى وانت غلطان وانت ويقعد يلوم فيه، انا بدل ما نشوف الصح وانت نجيب للمامر صح يدافع عن نفسه ضاعت المشكله. وبدل ما كده هو يقع في السلوك اللي انفعله ويبقى رد فعل عنيف جدا ويجيب هو بقى خلاص سابوا الموضوع واصلها ردت رد اصلها شفت قالت عليا ايه اصل هو شفت عمل ايه وسيبنا الموضوع الاساسي. الحل انا بقول لكم اهو بعباره بسيطه جدا، والله انا يعني انا اشعر بالزعلان واشعر بالاسف ان انت شايف الامر بالشكل ده، انا زعلان انك فاهم الامر كده وشايف ان انا ظلمك مع ان ده مش حقيقي. قص بس اقفل الجمله على كده، اقفلوا الجمله اسمعوا مني، اقفلوا الجمله على كده ما تردش ما تجادلش. تاني حاجه حط حدود وحط حدود واطر للتعامل معاكي. خط احمر محدش يتعداه في التعامل لا قول ولا سلوك. رقم ثلاثه من فضلكم انتبهوا كويس قوي لمشاعركم وقت التعرض للازم الشخصيه السامه. مشاعر السلبيه لا تفقدك توازنك، حافظ على اتزانك الانفعالي في الرد في الاستجابة أصلا لموجة النقد واللوم والتأنيب واللوم اللي جاية وقت الغضب أو اللوم أو العتاب. بعض الأشخاص ساعات بيقولوا حاجات وحشة جدا وفظة جدا، ساعات مش بيقصدوا الكلام ده ساعات. يعني هنا لازم أفرق بين حالتين، حالة فعلا قالوا الكلام ده بقصد الأذية لينا بقصد إنه يحرقوا دمك ويحقدوا عليك وهكذا وينططوك كده ويعلوا لك ضغطك، ولا مجرد ده صاحب بينصحك مثلا أو حد قريب منك بينصحك من قلبه بس أساء التعبير خانته الكلمات. لكن التاني لا، حط أطر للتعامل. أنا لا أقبل إن حد يكلمني بالأسلوب ده وأعتذر لما تحسن أسلوبك في الكلام نتكلم. سؤال تاني مهم في الجزئية دي، الإهانات أو الأكاذيب اللي اتقالت من الشخص السام ده الإساءة عاطفية لفظية هل بتطغي على كل المعاملات؟ ودي النقطة المهمة، أنا مش عايزاكم كل حد يقول أصل دي علاقة سامة، لا، هل ده اللي بيطغي على التعامل معاه؟ ولا هي مرة وخلاص وحصل كده وخلاص؟ ولا في استمرارية لده؟ ها؟ ده سمت وشكل التعامل الأذى 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 الأذى، لا يبقى احذر. احفظوا الجملة اللي أنا هقولها لكم دي وحطوها في دماغكم. مهما كانت الأسباب في أي صراع شخصي بين اتنين لا تبرر الإساءة. وليس عليك انت كشخص انك تقبلها، ابدعها وعبر انها بتؤذيك وانك لا تقبل ابدا التعامل بالصوره السيئه دي. رابع حاجه اتعلم يا ابني ويا بنتي تقولوا كلمه لا لكل حد يؤذيك او انت لو مش مرتاح في التعامل. خليك غير متاح للمؤذين دول بشكل مستمر، تكون مستباح ليه؟ من فضلكم قلص مقدار الوقت اللي ممكن تقضيه معاهم بيؤذوك. طب سلام عليكم ممكن استاذنكم دلوقتي؟ انا مش قادر، انا شايف الدنيا عامله ازاي. أو بيتصرفوا معاك بطريقة سيئة جدا،
شوف في حل انك توقف وتعلم تقول كلمة لا لو سمحت انا رافض مش لا وقتي ما يسمحش والله ما تخليش حد يستنزفك ويستنزف اصلا مواردك العاطفيه. خامس حاجه ودي نقطه مهمه جدا 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 الصراحه واوعى تقع في الحفره بتاعتهم او تنجرف لوضع هم رسموه لنفسهم وصدقوه غلط اصلا. الحفره ايه؟ احنا مظلومين بسببكم. ده الشخص السام اللي بيقول كان احنا ضحيه انت اللي ظالم. نعم. الاشخاص في العلاقه السامه دي دايما بيعتبروا نفسهم ضحيه في كل موقف ولو اخطاوا بيلقوا اللوم على الشخص التاني. طب اعمل ايه؟ اسمعوا معايا الهديه دي. فعل اليه السكوت. فعل اليه السكوت يعني ايه؟ تعالوا معايا اشرح لكم بسرعه. شخص سام عمال يبص سمومه وكلامه والفاظه السيئه ونقد ونقد وعمل وعمال يأذيك ما تردش عليه. ارفع ايدك كده بانبساط الكف، خلي الكف مفتوح كده وانبساط الكف زي ما انا عامله كده، وقول له وانت باصص في عين واسكت بعدها 10 ثواني، بص في عين واسكت كده. قدهم جواك 1 2 3 4 انا مش مضطر ان انا اصدق اللي انت بتقوله ده. توقف 10 ثواني، انا مش مضطر ان انا اصدق اللي انت بتقوله، وحاول تهدى وانت بتقول. اوعى تبرر عشان نط الغضب اللي جايه دي، واسكت بس اقفل الجمله على كده. ايه ده؟ تعمله لخبطه، هو بيقول ايه؟ ده مش ده اللي انا بحاول اخليه اقنعه بيه وان انت سيء وان انت مش مصدق. بعدين حط حدود وابتعد وكفايه اذى. في اسئله المفروض انت تسالوها لنفسك، ويا ريت تكتبوا ورايا الكلام ده يا جماعه. انت متحمل العلاقه دي اللي فيها ايذاء وسلبيه؟ هتقدر تتحمل؟ ده رقم واحد. طب لو انت تحملت القلق التوتر الضغط المشكلات دي، ها هتقدر توازن في العلاقه؟ طيب سؤال رقم 3، ايه اللي ممكن تتجنبه في العلاقه ده عشان ما يأذكش؟ رقم 4، هل ممكن، وده السؤال بقى اللي هو الاخير، نستعاده علاقه صحيه وسعيده؟ طيب ايه اللي هضطر اضحي بيه عشان تبقى سعيده؟ اللي انا هضحي بيه ده هل هو الامان عندك والسلامه الداخليه جواك؟ هتقدري تستحملي حاجه زي كده؟ طيب تاثير العلاقه دي عليك، على اولادك، على الشريك، على اهلك في المستقبل؟ طيب عندك استعداد انك تبذل وقت وجهد وصبر عشان تصلح العلاقه دي؟ وده انا بقول اهو مش فرد واحد، مش شريك واحد، لازم الاثنين. شريكك بقى، وده السؤال الثاني الاخير، عنده استعداد ان هو يبذل في المقابل؟ احنا دايما بنقول ما تسيبش، لو واحد ساب المجدف في المركب يغرق امسك انت المجدف وكمل. طب افرض واحد بيكسر، ما هو انا مهما مكمل ما هو موقع السفينه، ما هو مغرق لي السفينه. نعم. خلي بالكم من فضلكم، لازم الواحد يتعلم ازاي يتخلى عن الطرف الاخر لو هي علاقه سامه وحاولنا بالسبع طرق دول وما نفعش. ازاي الواحد ينجو بنفسه وما يكونش عنده شعور بالذنب او الاسى؟ ما هو في احتماليه ان ممكن تغير الشريك او تديره، انك مش هتستطيع تغيره لكن تغير طريقه التعامل معاه، مع السلوكيات، مع ردود الافعال، حوار تبين له الاذى اللي بيعمله. ممكن تواجهه لو انت قوي الشخصيه شويه، تواجهه وتواجه الشريك ده بالسلوك السام، ده بيزعجني، ده بيقلمني. تطلب منه انه يتوقف، تعلن ان السلوك ده مش مقبول ابدا لديك. المهم انك تدرك انت جواك ايه، ان انت تستحق، وده اللي تصدقه انت كشخص وانت كزوجه وانت بتستحق الاحترام، المحبه، انك تتحبي، الثقه، الامان، علاقه صحيه. ولا ده ضحيه، ولا انا كمان ما توقعنيش في دور جلد الذات وان انا السبب. لا، يمكن انك تنجو دون انك تتعرض لاذيه. ايوه لو عملت الحاجه دي مفيش خلاص. نعم. دكتورة لدينا اتصالات، نأخذ هذه الاتصالات وما نرجع إن شاء الله. نعم. بالضبط. معنا أسماء. نعم. من ليبيا، السلام عليكم. نعم. أسماء هل تسمعين أنا؟ أسماء تفضلي. طيب انقطع الاتصال، ننتقل لأمة الله من تونس. تفضلي أمة الله، اسمعينا من الهاتف واخفضي صوت التلفاز. أمة الله هل تسمعيني؟ أمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أمة الله واسمعينا من الهاتف من فضلك. نعم. أنا عندي ابني عنده 2 سنين. نعم. ونحاول نحفظ القرآن.
نعم ما شاء الله. هو بدأ يتكلم كلمات فقط. نعم. غير مفهوم. سؤالي هو أنا نعمل سورة الفاتحة مكررة يعني حتى يحفظها أنتقل إلى الناس ولا مرة أعمل له فاتحة الناس الفلق كده. نعم. بالنسبة للرواية يعني نحدد له شيخ وعنده رواية محددة يعني على حسب البلد. نعم. وارث ولا قانون ولا أي شيخ هكا يعني أي رواية المهم أنه يحفظ بالأحكام فقط يعني هذا. نعم. السؤال. واضح سؤالك، شكرا لك على اتصالك أمة الله. معنا هدى من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي هدى. الحمد لله. الدكتورة هلا معايا. نعم تسمعك الدكتورة تفضلي. أنا كنت متجوزة وأرملة ومعايا ثلاث ولاد. نعم. وأهلي جوزي مشوني من البيت ومعايا ثلاث ولاد من 8 سنين، وحاولت كتير إن أنا أرجع البيت وكده وما ادونيش حقي ولا ادوني حاجة خالص. وأنا دلوقتي في بيت أهلي وقاعدة في بيت أهلي ومع مرات أبويا وظروفي صعبة ومش عارفة أعمل إيه وحكم إيه ده وكده. أنا في واحد جالي وما اتجوزش خالص وأنا عندي 31 سنة وكان عايزني بس مش عايز العيال معايا طبعا، ومعايا بنوتة صغيرة قال أخد البنوتة الصغيرة. أنا مش عارفة أعمل إيه وأهل العيال مش عايزين ياخدوهم، وأنا دلوقتي قاعدة يعني مش ليا سكن ولا ليا أي حاجة. إيه حكم ده؟ أعمل إيه؟ وعايزة أسمع إن أنا أعمل إيه بالظبط. نعم واضح سؤالك، تجيبك إن شاء الله الدكتورة يا هدى. رجع اتصال أسماء. أسماء السلام عليكم، أسماء من ليبيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أسماء. ممكن أكلم الدكتورة؟ نعم تسمعك الدكتورة. السلام عليكم، ازيك يا دكتورة هالة؟ أنا بحبك في الله. سهلة. أنا أول مرة أكلم حضرتك. حبك الله يا أسماء ورضي عني. يا رب. الله يبارك فيك يا أسماء. أنت عاملة إيه؟ أنت كويسة؟ تفضلي بسؤالك يا أسماء. أنا بسألك كده لأني بس عايزة أقولك بس لأنك أنت طلعت من فترة قلت إن أنا في كاربو كده ووسط الحوار بتاع الناس اللي نعم. فأنا كنت يعني قلت عليك وفترة مش سمعت لك أي فيديوهات خالص، فكنت عايزة أعرف أنت كويسة. جزاك الله خيرا يا أسماء، بارك الله فيك من أخت، شكرا لاتصالك. معلش أسأل سؤال واحد بس تاني. نعم تفضلي يا أسماء. دكتورة أنا متجوزة عندي 26 سنة وعندي ولدين. نعم. بس مرقبة، فطبعا يعني حصل من فترة يعني فرح أختي وكده فغصب عني يعني كان عندي اكتئاب وحسيت أنا ما هعمل كده أنا هطلع من الاكتئاب اللي أنا فيه. نعم. فرقصت يعني فرح أختي وكده بالنقاب. نعم. حبيت أنا فرحة، قلت لما أعمل كده وهختلط بيهم وعنهم هفرح معهم كده هطلع من الكتاب اللي أنا فيه المرحلة أنا فيها دي. فأنا أصلا ما ارتحتش يعني تعبت وكده وبعدين تبت ورتحت والله يعني دول الله وكده، بس يعني في أثر جوايا تعبانة نفسية من اللي أنا عملته يعني. نعم. فاللي حوالي يقولي مش تكبريها، مش تكبري الموضوع، أنت ربنا غفور رحيم، ليه بتعملي في نفسك كده؟ افرحي وعيشي الحياه، مش تعملي نفسك كده. حتى جوزي بيقول لي انت مكبره الموضوع يعني مش تكبري الموضوع جامد يعني. نعم. انت تسالي الان شوية. عن التوبه مثلا استغفر الله مثلا. نعم. اذكر الله، اقرا قران، قوم للصلاه في وقتها، انصح اهلي برضو نفس النظام كده وانت مكبره الموضوع، خفي شويه من الكلام ده شويه. نعم. عايزه اعرف انا كده بعمل حاجه غلط ولا ارجع اللي انا كنت في الاول ابقى فرفوشه زي هم عايزين كده، ولا واطلع واسمع زي هم بيسمعوا الكلام ده يعني. نعم. ولا اعمل ايه؟ مش نعم. عارفه اعمل ايه. دايما بينتقدوني ان انا ماشيه يعني حبكها زين عن اللزوم يعني. فعايز اعرف معلش يا دكتوره انا. نعم. لما البس النقاب ورقصت كده انا مش انت عارف انصح حد خالص ان انا البس النقاب وكده، لان حاسه انه هيعايرني ان انا كنت يعني منقبه وبترقص ازاي في فرح. نعم واضح سؤالك يا اسماء. والله يا دكتوره انا يعني. نعم. تعبانه والله يعني لك. والله نعم. معنا سهام من الجزائر، السلام عليكم يا سهام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
دكتورة أنا عندي مشكلة لكن لا أستطيع التحدث عنها هنا على المباشر، يعني ممكن تتصلي فيني بعد الحلقة لأنه فيها خصوصية. غالبا الدكتورة هي لمن يتواصل معها على الخاص يتواصل طيب على الصفحة. خذل. نعم تواصل على صفحة الدكتورة الرسمية أو إنك تكتب الاستشارة على. يأخذ لنا الرقم مسكرين نكلمه بعد. تمام. على البريد. تمام شكرا لك يا سهام شكرا لك. دكتورة نجيب عن أسئلة المتصلين بداية بأم محمد من مصر تقول أنا ملتزمة من وقت قريب وشعرت بلذة رائعة جدا في شهر رمضان لكن ما بعد شهر رمضان أشعر بثقل في العبادة وهذا الشعور يضايقني كثيرا فكيف أفعل لأتخلص من هذا الشعور؟ يعني أولا أمر طبيعي رمضان والجنة مفتوحة والأبواب والشياطين مصفضة المرضى منها فأمر طبيعي الواحد بيجابه نفسه بس يعني هي نفسه بس اللي بنجابهها في القصة دي وبقيت الحاجة فالأمر بيبقى سهل وبعدين تجدين على الخير أعواد يلا هنزل ترويح يلا هنصلي تهجد يلا الناس صايمة يلا ندعي فالجو ذات نفسه يساعدك على الطاعة بعد رمضان هي دي المجاهدة يعني ماذا بعد رمضان الثبات الثبات على ما كنا عليه في رمضان ما نبقاش رمضانيين ولكن نكون ربانيين رب رمضان في رمضان ورب رمضان بعد رمضان الله سبحانه وتعالى يستجيب ويستجيب الله سبحانه وتعالى يقبل الله سبحانه وتعالى يسمع كل الكلام ده أهم حاجة المجاهدة والذين جاهدوا فين المجاهدة جاهدي نفسك قدر المستطاع إن يا رب إني أوين يا رب يا رب أنا عايزة واشرطي على نفسك بالطاعة على الأقل الصلاة على وقتها سنن النوافل الفجر موجود حاضر يلا في الركعتين للقيام البدائل احنا عايزين نعمل حلقة ان شاء الله بإذن الله على موضوع البدائل اللي تعين الناس لكن وصول العبادة موجود أهم حاجة انك انت تجاهدي نفسك هو ده المعيار الله عز وجل رأى منك ذلك هيهديك السبيل ربنا سبحانه وتعالى رأى منك ان بتجاهد الأمر هيهديك السبيل هو ده اللي احنا محتاجين انه يراكي وانت بتجاهدي نفسك في ثقل في البداية الصبر ثلاث انواع منهم الصبر على الطاعة وده أصعبهم يعني الصبر على المعصية مش عاملها لا مش عامل معصية استغفر الله الصبر على الابتلاء لك الحمد لك الشكر يا رب صبرنا يا رب على اللي احنا فيه الصبر على الطاعة ان انت تحطي نفسك في قلب الطاعة ما تطلعيش منها ويا هناك ويا بختك ويا سعدك يوم لما تألفي الطاعة يوم لما قلبك يعتاد الطاعة يوم لما جوارحك هي اللي تروح يلا عشان نصلي يلا عشان نقوم يلا عشان نصلي ابدا اتنيني على وضوء كل الكلام ده الله سبحانه وتعالى يعينك يا رب اللهم امين واري الله من نفسك خيرا خديها بالمشارطه خديها بالمشارطه مشارطه النفس ونفس وما سواها قد علم تسويه التدسيه والتزكيه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها التدسيه دي ذات نفسها النفس تبقى عايزاها في الحضيض لا ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من أهل عليين اللهم أمين آمين يا رب العالمين دكتورة سؤال أمة الله من مصر تسأل عن فكرة التمييز بين الأبناء لأن هي نشأت في أسرة وتعرضت لهذا الأمر وتشعر أن وهي بنت واحدة والأصغر يعني في الأبناء وتشعر بأن هنالك تقليل من شأنها وتهميش لها فكيف تتعامل مع هذا الشعور وهي تتعرض له طيب يعني اولا احنا الناس الكبيره محتاجه ان احنا نعرف يعني فلا تشهدني على باطل لا تشهدني على زور لا تشهدني على امر النبي عليه الصلاه نهى عنه عدل بين الاولاد ما في الكلمه وفي العطاء وفي الهبه إيه الامر ده وايه اللي حصل مع اخو يوسف ما احنا بنيجي نتفكر احنا عايزين نبقى ناخد مره كده الحكم من السور ايه اللي حصل في سوره يوسف حسوا بس وده احساس حسوا بس ان ابوه بيحب يوسف عنه اللي حصل رموه بعدوه يخلوا لنا وجه ابيكم خلاص هيخلوا لنا الوجه بعد كده فالموضوع ده وكانت الغيره بسبب اول معصيه فاحنا مش عايزين الامر ده ما بين الابناء والعدل قدر المستطاع عشان كده احنا بنقول جلسه العيله الخروجه الاسبوعيه او الخروجه الشهريه بناخد كل عيل من عيل انت محتاج ايه محتاج دعم لا ده محتاج دستك في الحته الفلانيه لا ده محتاج ان انا اكلمه في الامر ده محتاج محتاج قعده ويبقى عيني في وسط وده دور الام صراحه وحتى هي اللي بتوجه الاب يعني خلي بالك في التربيه كذا الراجل مشغول في شغله كتر خيره ودوامه وبتاع خلي بالك الابن الفلاني في عنده النقطه الفلانيه طب انا عايزك تساعدني في الامر ده والله والله واحفظه عني الكلام ده
يعني مجرد بس ان كل واحد يعرف دوره، المرأة تقدر زوجها والزوج يقدر زوجه، ويبقى في تفاهم في التربية، ما هيحصل نوع من انواع اي خطأ تربوي. يقول لك بس الراجل في البيت قاعد ماسك الريموت كده بس بيقلب فيه، مظبط عيالك ومظبط اوامرهم، مظبط صلاتك، مظبط صلاتهم، بس وجوده. ما نعرف القيمة دي. النقطة التانية، طب ما فيش وفعلا ظلمه، طيب في جهل تربوي، في عدم وعي، يا أبي هزل، يا أبي كذا افعل، والله يا أبي أنا يعني زعلانة، أنت تقصد كذا، طب يا أمي مش هيتغيروا، بس عشان ما نرفعش سقف التوقعات، هم مش هيتغيروا يا أخواتي، لكن على الأقل على الأقل نعرفهم ونمنع وندعي لهم، أدعو الله سبحانه وتعالى يبصر. وأنت العطاء من تنتظري منين؟ من الشكور الله عز وجل. أنت القيمة اللي تاخديها منين؟ من الله. يضيعك الصبر على الأذى يضيق، ولا والله ولا مثقال ذرة ما بتروحش عند الله سبحانه وتعالى. عوضني يا رب، كن وكيلي يا رب، كن ولي يا رب، كن أنيسي يا رب، اللهم دافع عني أنت يا رب، يا وكيلي يا رب. ادعي ويكون ربنا سبحانه وتعالى ما حاولنا ونصحنا، قلنا الخال، قلنا الجد، قلنا العم، قلنا لحد كبير ينصحهم، ما تسمعوش الكلام، ما تجديش ان الكبير واحد 50-60 سنة ده هتغيري ايه. لكن احتسبي وتفعل الأذى قدر المستطاع وما يأثرش على نفسيتك، مبقاش مهزوزين، مبقاش عندنا هشاشة بس. ومين يعوضك؟ الله. مين يعطيكي؟ الله عز وجل. مين يشكرك؟ الله عز وجل. وننتظر دم من الله، ما في حاجة عند ربنا بتضيع، ما في خير بتعمليه عند الله يضيع. أدعو الله سبحانه وتعالى يعوضك خير، أدعو الله سبحانه وتعالى يجيب لك الحنون في حياتك، زوج تقي صالح حنون عليك يا بنت. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقك الرحمن من لدنه ودة، اللهم أمين يا رب، ارزقنا من لدنك ودا وبرا، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ادعي بالثلاث أسماء دول، الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك يا بنتي، اللهم أمين. آمين. دكتورة تبقى قليل من الوقت، لدينا 5 أسئلة نجيب ما كتب الله سبحانه وتعالى من توفيق في الإجابة. عندنا ضحى من سوريا تسأل عن فكرة مشابهة لفكرة العبادة والضيق، هي تسأل عن الضيق المرافق للمواسم الخيرات، مثل الآن المقبلين على يوم عرفة وعلى 10 من ذي الحجة، فأحيانا تصف أن هذا الضيق أو الاكتئاب الذي يصيب بعض الفتيات يعجزها حتى عن الدعاء أو القيام بأعمال هذا اليوم، فكيف تعرف الأسباب وكيف تتخلص من هذه الظاهرة؟ بص يا ضحى يا جميل، عشان أنا بص أخاطبك على مستوى جمالك الروح والقلب، أولا الأمر محتاج تنظيم وإدارة من دلوقتي، ثانيا أشوف المقالات يوم عرفة إيه، انتهينا خلاص أفر الله. بس مين النهاردة اللي ما فاز؟ مين اللي بيظن إن ربنا ما غفرلوش؟ ده الخسران النهاردة في يوم عرفة. يوم عرفة الله عز وجل في سماء الدنيا، لا يعني بصي ما فيش ولا يجي شيطان. لما أشوف اسمعي الخير، هات المحاضرات بتاعتنا واسمعي يوم عرفة نقول إيه ونعمل إيه ونقعد إزاي، وتنظيم وقت وورق وقلم. انا من الساعه كذا الساعه كذا، احنا صاحيين بقى من ايه، من يعني من المغرب من قبليها، فانت عندك بقى ادي التلت الاولاني، التلت الثاني، التلت الثالث، أدن الفجر يلا بينا هنقول هنقول هنقول، ده في ختمه بتحصل، عايز اقول لك في ناس بتختم اليوم ده القران كله. طيب ادي من الظهر للعصر هعمل كذا، الذكر الفلاني من الساعه كذا للساعه كذا، الصلاه على الرسول عليه السلام كذا، واقسم اقسم من العصر، لا من العصر انا قاعده على سجادتي واسكه القبله وعايز حد يكلمني فيك، وكله يجي يدعي يا رب يا رب يا رب يا رب. بص اللجئ الى الله وصدق اللجئ الى الله، نجيني اعتقني، نجيني اعطيني يا رب، نجيني من الدنيا دي، احسن لي الخاتمه يا رب، انصر الاسلام وعز المسلمين يا رب، اجعلنا سبب في نصره الدين يا رب، اجعلنا سبب في تحكيم القران يا رب. ادعي ادعي في اليوم ده، انت عندك بصي عينك فوق، ايه اللي يخليكي تبقي حيه كده حتى لو حائط، حتى البنات لو عشان بيزعلوا، لا هذا امر كتبه الله على بنات حواء يعني، فخلاص ننظم اليوم بالتقسيم وبالساعات، موضوع ما فيش ورقه وقلم انسي، انسي، حطي ورقه وقلم وبالساعه، اللي هتخسريه 90% هتعوضيه، انا خسرت 90%، ده انت طالعه كسبانه 99%، ال1% بس لما غفلتي ولا نمتي شويه، لا، اول ما يأذن المغرب براحتك بقى، براحتك بقى خلاص صلي المغرب ونستنى العشاء وكذا كذا، وبعدين ننامها ليله هانئه. يا مرحب الجنة ويا هنانا بالفردوس ويا هنانا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، من يوم من يوم يلي فاتك رمضان جاي لك عرفه، يلي فاتتك ليلة القدر جاي لك عرفه، بس فالمقالات رؤية المقالات والنتائج وما عند الله عز وجل اللي يعمل يعينك على كده، ايه الخلوات
الخلوات، يعني مع ربنا كده يعطيك الهبات في كل خلوات. خليلي خلوة كل يوم يا ضحى، أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك اللهم أمين، وجميع المسلمين يا رب، يا كل اللي يقول أمين اللهم أمين. دكتورة نختم باستشارة التي وصلتنا على بريد صفحة في رحابها التي أعدتها لنا رزان. تقول سائلة: السلام عليكم ورحمة الله. أنا امرأة زوجي عاطل عن العمل من سنوات، اتكالي ويعاملني بطريقة سيئة، أنا من أصرف عليه وعلى الأولاد، تعبت كثيرا من العمل داخل وخارج البيت، لم يعد لدي صبر لتحمل العيش معه، ولكن أحاول التصبر من أجل الأولاد، بما تنصحيني يا دكتورة بارك الله فيك. يعني السؤال المزعج جدا يا استاذه منى، يعني ده سؤال من الاسئله المزعجه جدا. يعني انت اللي بتشتغلي وهو عاطل عن، تمام، هو حاول يشتغل، هو حاول يعوض الامر ده بما انفقه، فين بما انفقه؟ طيب بيعوض الامر ده، هل مثلا بيتابع مع الاولاد مثلا في حاجه معينه فالحمد لله ده بيكبر ده، هل مثلا بيشيل جزء من البيت على الامر ده ولا ما بيشيلش؟ ما بيشيلش، لما يعود لده تحمل عيش اتصبر بمبلغ. طب اب حنون مثلا، اب حنون على اولاده، ها فين الاسئله دي؟ ما تجيبوليش اسئله ناقصه، جاوبوني من جميع الاتجاهات. طب لا حنون، طب كويس، لا بيساعد، طب لا، طب بيعمل الامر الفلاني، خلاص ده يكبر ده. بس اسعى يا ابن الحلال، اسعى بالشكل الفلاني، اسعى بالطريقه الفلانيه. طيب ان شاء الله حتى يعمل القليل، لكن احس ان هو بيدخل دخل في قلب البيت وان له دور في قلب البيت. انا محتاجه اشوف راجل في البيت. اكتر مصيبه بتحل على المراه ان تاخد دور الراجل والست مع بعض، ان تبقى هي اللي بتصرف وهي اللي بتعمل اللي بتاخد القرارات، وحاسه ان الراجل هي بتقول لك هو فين، انا ست فين، مفيش راجل في حياتها، ده غلط. وراجل يبقى رجال ازاي ويبقى زلمه ازاي وهو سايب امر اساسي في قلب البيت، لكن بيسعى ومفيش وبيحاول يجبر حاجة تانية، نصبر عليه. لا وندعي له يا رب يرزقك، وإن شاء الله ربنا هيكرمك، وإن شاء الله كذا، ونبقى عامل يعني إيه دفعه، طالما دي مش من صفاته. لكن سايبك وانت تشتغلي ونعمل إيه وأنا كفاية، ما أنا قاعد في البيت كويس إن أنا متجوزك، لا ما. لا 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 لا، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك يا بنتي ويعوضك. اللهم آمين. جزاك الله خيرا دكتورة، كانت حلقة مفيدة جدا وثرية جدا وماتعة، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين ويصلح بها بيوت المسلمين وعلاقات الأزواج والأمهات والآباء والأبناء. جزاكم الله خيرا جمهورنا الكريم. بصي بس يا أستاذة منى، هو في تكملة لنص الحلقة، يعني في محورين محتاجين ناخدهم عشان بس تنبهوا. نعم إن شاء الله في محورين. نعم إن شاء الله دكتورة بإذن الله. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا جمهورنا الكريم، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعال يا أخية في رحابي، نصعد صوب علياء السماء، لنصعد صوب علياء السماء. رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء.